السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جنابك؟ إن شاء الله من محافظة البصرة. يا أهلا وسهلا بك وباهل البصرة. شلون شفت زيارة الإمام الحسين؟ والله قلت لك زيارة الحسين جنة الله في أرضه، وكل ما تضيق النفوس تتهافت لزيارة أبي عبد الله الحسين. حقيقة المتنفس في الدنيا للمؤمنين والموالين هي أبي عبد الله الحسين حقيقة، وزيارة أهل البيت سلام الله عليه. بارك الله فيك. زين، بما أنه إحنا إن شاء الله مقبلين على ولادة سيد مولاي الإمام الرضا، شنو تحب تقول لكل شيعي وموالي لأهل البيت عليهم السلام بهذه المناسبة العطرة؟ والله إن شاء الله أولا أبارك للأمة الإسلامية ولشيعة أمير المؤمنين ولمقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج بهذه الولادة الميمونة، ولادة الإمام الثامن الضامن. رزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وأدعو الأخوة المؤمنين على أن يكونوا عند تلبية لنداء إمامنا الإمام الرضا سلام الله عليه، مجدد أحزان أهل البيت سلام الله. فكان هو يوصي بالحسين سلام الله عليه، بزيارة الحسين، بالبكاء على الحسين، في أن تكون الزيارة الزائر للإمام الحسين عند آداب حقيقة، يعني إن شاء الله جاي نحو الأحسن. هي إحنا نطمح للأكثر حقيقة، أكو بعض السلبيات لكن إن شاء الله يقضى عليها. الله يهب بالفعل. يعني هذا فضل عائد للمنابر الحسينية بالإرشادات والتوعية والقنوات الشيعية، فهم ساهمت بهذه الفقرة. قناتكم قناة الحسين حقيقة لها دور فعال بهذا، لنشر فكر أهل البيت والولاء لأهل البيت والمحافظة على منهج أهل البيت سلام الله، المنهج الأصيل حقيقة اللي يمثل الإسلام الأصيل حقيقة. عندما نتحدث عن منهج أهل البيت يعني تحدثنا عن الإسلام الأصيل. بارك الله بكم، موفقين إن شاء الله. وكذلك شكرا لكم، وإن شاء الله زيارة مقبولة بإذن الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما أنه احنا إن شاء الله مقبلين على ولادة سيدي ومولاي الإمام الرضا، شنو تحب تقول إلى كل شيعي ومحب لأهل البيت عليهم السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بهذه المناسبة العطرة ولادة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، نهنئ العالم الإسلامي أجمع ونهنئ صاحب العصر والزمان وكافة المراجع العظام، ونهنئ الأمة الإسلامية ونهنئ الشعب الإسلامي في كل بقاع الأرض بهذه المناسبة العطرة. نرجو من الله أن يمن علينا بالصحة والعافية والأمن والأمان والستر والعافية على كل العراق والعراقيين وكل المسلمين في كل أرجاء الوطن. زين، ان شاء الله هذه الايام المباركه شنو راح يكون دوركم؟ شنو راح اهالي كربلاء شنو راح تقيم بفعاليات بهذا الجانب؟ والله هي مجمل كل انسان اكو كل مجموعه لها فعاليات الخاصه، قسم بالحفلات وقسم توزيع الحلوى وما شاكل، كل من يعبر عن عن عن, عن فرحته بتوزيع ما يقدر انه يشارك به بهالمناسبه العظيمه، وهذه فرحة عظيمة لكل العراق والعراقيين وكل المسلمين إن شاء الله. محمد وآل محمد. وكذلك شكرا لك، بارك الله بكم. بارك الله بك سيدنا، ونحفظكم إن شاء الله، ونحفظ كل الأخوة المصورين والإعلاميين في كل قنواتنا الفضائية الشيعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما أن احنا إن شاء الله مقبلين على ولادة الإمام الثامن عليه السلام الإمام الرضا، شنو تحب تقول بهذه المناسبة العطرة المناسبة الميمونة؟ في هذه المناسبة العطرة نتقدم بأسماء آيات التهاني لأئمتنا العظام والإمام صاحب العصر والزمان، ونسأل الله أن يمن علينا بالأمن والأمان، وأن يمن على شعبنا بالرفاهية والازدهار في هذه المناسبة العطرة. ونسأل من أن يتغير وضع العراق من وضع إلى وضع أحسن. يعني حضرتك تطلب من الإمام الحجة
برفع هذه الغمة عن هذه الأمة. نسأل الله العلي القدير أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ويمن على هذا الشعب المظلوم اللي يمن عليه بالأمن والاستقرار، وأن يجعلنا من السائرين على نهج الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه على نهج الإمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من جنابكم؟ من البصرة. شلون شفتوا زيارة الإمام الحسين بهذه الأيام العطرة؟ جيدة جدا الحمد لله رب العالمين، الأمور جيدة. كلش قد تجي إلى زيارة الإمام الحسين؟ والله عادة الشعبانيات نجي والأربعينية للإمام الحسين ومرات متفرقة ويا العائلة الكريمة. زيارتنا إن شاء الله هذه الأيام هي مباركة، وإن شاء الله مقبلين على ولادة سيدي ومولاي الإمام الرضا. شنو تحب تقول بهذه المناسبة كونكم اليوم ضيوف عند أبي الأحرار عليه السلام؟ نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي وملاي صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر القائم عليه السلام، وإلى العالم الإسلامي أجمع بولادة سيدي وملاي الإمام الثامن الرضا ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام. ونسأل من العلي القدير أن يوفقنا لإحياء هذه الذكرى والمناسبة العطرة في كل سنة، ويوفقنا لزيارة سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. زين إن شاء الله أهالي البصرة يعني مستعدين لهذه الأيام المباركة، لهذه الأيام العطرة، لهذه الولادة الخاصة؟ نعم، أهل البصرة من السابقين لإحياء ذكرى ولادات ووفيات الأئمة عليهم السلام في كل سنة، يعني توجد يعني مناسبات يعني شعائر خاصة، احتفالات خاصة في مكاتب، في الشوارع، في البيوت، حتى في بيوتاتنا تقام كذا يعني حفلات إن شاء الله. شكرا لكم وحياكم.